الشاعر رشيد الزلامي في بيتين له لكن ماني حافظ جزء منها، يقول ونعم كلمة نعم كايدة يعني ما يصلها كل رجل. فقصة للبيتين أنا والله أقدر إني حافظ البيت. يقول رجال ركب سيارته وبيروح لمدينة أخرى، بينه وبين المنطقة اللي بيروحها 300 كيلو، وهو ماشي كذا في الطريق وقف عند محطة ولقي له رجال قال يا وجه الخير قسم، قال ما ودك بخوي أنت وين رايح؟ قال الوجهتيك كذا، قال ودك بخوي؟ قال والله ودي بخوي ليش لا حياك. قال بس يا أخي أعطني بطاقتك أنا ماني عارف وش أنت خلني أتعرف. شاف البطاقة قال له اركب. ركبوا في الطريق يقولون هو ماشي وكذا، يقول السائق يحكي بنفسه يقول قلت للرجال اللي مع جنبي عطني اسمك كامل وش أنت؟ قال اسمي فلان بن فلان الفلاني. قالوا نعم. يقول توقعت انه بيش ما عليك زود، بيقول ما عليك زود. ما قالها، قال هذاك خلها على الله الله الساتر. يقول والله انها غبنتني. اقول له نعم ما يقول عليك زود. يقول مشينا شويه قال لي الرجال ذا اللي مع جنبي يا ولد انت وش اسمك؟ قال فلان ابن فلان الفلاني. قال خير ان شاء الله. يقول حتى كلمة نعم استخسرها فيه. يقول والله أم غص. يقول أبغى أدور لأقرب إيش موقف محطة ينزل وبقول له خلاص. يقول بقى مشفت المحطة استبشرت بالخير وقفت عندها قلت يا فلان ممكن الله يستر عليك أنا بواصل طريق. قال لي قال خلاص ما أبغاك تروح معي انزل. يقول نزل ويوم نزل وهو يوصل لهناك ويجيني راجع. قال أنا نزلت لكن أسألك بالله ليش نزلتني؟ قال يا ابن حلال روح والله يستر عليك. قال أسألك بالله ليش نزلت؟ قال ما دام سألتني بالله أنا بعلمك. أنا قلت لك وش اسمك؟ قلت لي فلان وفلان. قلت لك هو نعم. هو أنت ما رديت علي تقول خلها مستورة وعلى الله يستر. وقلت لك اسمي تخاسرت فيها كلمة ونعم. قال أنت لو وصلتني إن كان عرفت أني أنا ونعم ولا لا من فعلي ما هو بكلامي وكلامك وأخوك. يقول وانا احول وانا اجيها اسعد وطلعت. قال والله لو يطلع ابوي من قبره ما عاد اركب معك، لكن ترى يا اخي كلمه نعم ما هي بسهله. كلمه نعم كايده على بعض الرجال. يقولوا ما شاء الله.